صباحك سعيد سمية، مرحبا صباح بك. الخير فريال، مرحبا بكم. صباح الخير مشاهدي الكريم، مرحبا بك سمية. نسلمك. أكيد معاناتنا الجماعية، خليني نقول معاناتنا لأنها حقا كامل معاناة، وقتاش وكيفاش وشنو هي الخطوات اللي تساعدنا باش نبدأ نظام غذائي صحي وسليم لغرض إنقاص الوزن ولا كسب هذاك الوزن سمية؟ وشنو هي الخطوات المفتاحية؟ لازم تعاونينا كامل أنا والمشاهدين في هذا باش نبدأ هذه الرحلة. الحاجة اللي حنقولها دوكا مهمة جدا، لازم ناخذوها بعين الاعتبار، لانه التغيير هذاك ماهوش تغيير كيما نظنوه، من كثر ما نضخموه في راسنا هنايا باللي راح ندير ريجيم. دايوغ لا نوسيون تاع الريجيم لازم نلغيوها. الا كنت داير في بالي راح ندير ريجيم، خاش من الاعمال الاساسيه تاع لو سيرفو تاعنا هي الحفاظ على البقاء والحفاظ على لوميوستازي. لوميوستازي هي كلمه لاتينيه، المعنى تاعها هي غاستي لو ميم، دونك تقعد كيما راك، يعني السيرفو تاعنا يحافظ على هذه الحاجه تاع تقعد كيما راك. الوغ كو انا كي نجي نعاسر وندير له هذيك القوه راح يخليني كيما راني. اون ا ريماركي كو لي ريجيم لي توندونس لي راهم ولا لي سيكونتين داني اللي فاتوا، الكميه تاع الانظمه الغذائيه لانقاص الوزن شحال راهي كبيره، بصح للاسف لي ديرني 5 نتائج قليله. لي ديرني 5 راهم يقولوا بلي سا فونكسيون با، لي ريشيرش ريسونت يقولوا بلي سا فونكسيون با ا لونغ دوري. دونك راح ننقص نتبع نظام غذائي. هي الانظمه الغذائيه اللي راهي حاليا المتداوله كثيرا في العالم حوالي 49 الى 49 او 50 نظام غذائي موجود، بين الميديتيرانيان، الفيجيتاريان، الباليوتيك، الكيتو، مختلفه. هاد الانظمه الغذائيه كي نتبعها انا لفتره معينه ونقصها على الجسم تاعي راح ننقص في لو بوا، ما نقولوش ما حش ننقص، بصح من بعد راح نغوبروني لي كيلو تاوعي بالك بلوس. باسكو علاه كي نخدم على انقاص الوزن ماهيش فقط جيغي واش يدخل ليستوما تاعي، نو ماشي غير لاليمونتاسيون، عندنا لاليمونتاسيون، كاين الجانب النفسي، كاين ناخذ بعين الاعتبار الجانب الفيزيائي اللي لازم نعرفوه. كي نعرفوا لو سيرفو تاعنا كيفاش يخدم راح بزاف مفاتيح نقدروا نحلوا بهم هذا المشكل. يلا خلينا نتعرفوا على المفاتيح الاولى، الجانب النفسي كيفاش، والبسيكولوجي والبسيشيك كيفاش ياثر على فقدان الوزن. هو قبل ما نروحوا للنفسي والبسيشيك يكون ديجا راهو كيما مرسوم، راهي كاينه خريطه في الدماغ تاعي في الاعصاب تاعي كيفاش راهو يخدم الجسم تاعي. كي نعطي له لا نوريتور كيفاش يخدم بها، راهو مبرمج. خاش الجسم تاعنا كل ما نديرو عاده جديده ولا نديرو فكره جديده ندخلوها في راسنا راح يبني لي شبكه عصبيه معينه، هذيك الشبكه العصبيه يقعد اشاك فوا يتمشى عليها. نقدروا نهضروا هنا دوكا على لي سيلول لي تري امبورطون، هما لي نوايو غريز اللي عندنا في الدماغ. هاد لي نوايو وشنو هي خدمتهم؟ خدمتهم يونجيستريو لو بيلوتاج اوتوماتيك، سيكو هذيك الحاجه اللي نعاودها هي القاعده تاعهم تقول الى راني هنا في باغ اكزومبل سي جو سوي في هاد البلاصه الوغ جو في فيغ سا. دونك القاعده هي سي و الوغ. باغ اكزومبل اذا رحت انا للكوزينه على 12، الى موالف انا نروح للكوزينه على 12 نحل فريجيدار وناكل واش كاين. دونك الى راني قدام فريجيدار لو سيرفو تاعي الي ابيتوي كو يحل وياكل. دونك انت بلا ما تجيب خبر من بعد تولي عمليه اوتوماتيكيه. تلحق العشرة تاع الليل، سي جو برون لو كاري دو شوكولا بوندون باغ اكزومبل 3 سمان، خلاص راني انتيغريتها تولي بلو فور كو موا. عادة سيئة جدا. تلحق أمثلة عادة أخرى ربما الناس اللي والفوا غير يكملوا يفطروا ولا ياكلوا، ياكلوا حاجة حلوة مباشرة. هي في 21 يوم نكتسب هذيك العادة تولي لي خلاص أوتوماتيكيا، هذاك لو نوايو غريز راهو مبرمج، سي بون يخدم هكذا. سجلها. غير ندير الإثارة برك راح يخدم. واش يصرى؟ الكاغي تاع الشوكولا اللي كليتو على 11 تاع الليل، نولي أشاك فوا تلحق 11 لازم لي كاغي شوكولا، باسكو سيرتو إلا كنت في البلاصة في لو ميم أندغوا. هذه الجهة اللي تتحكم في هذا لو كورتكس بري فرونتال هذا تاع الدماغ تاعنا هو المسؤول. أكيد تشوفي في أكيد تشوفي هذا الجانب اللي راهو اللون تاعو مختلف لتحت، شتي هذيك لتحت هي المسؤولة على إعادة بناء الأنظمة الجديدة. كي نقولوا نديروا أن ريجيم، كي نبداو نبدلوا في النظام الغذائي تاعنا، وين يوجعك راسك فريا؟
يوجعني كامل راسي انا سميه ما عنديش طاقه صح المنطقه الاساسيه اللي وجعنا فيها هي هاد لابارتي وصحيح نقطه ربما يشاركني فيها كل المشاهدين اللي عم يتابعوا فينا مباشره غير نقولوا غدوه نبدا حميه غذائيه غدوه تاكلي ربما 10 اضعاف واش ما الفتاكلي هل هذا عنده علاقه مع الدماغ تاعنا عنده علاقه لانه الدماغ تاعي مهمته الحفاظ على البقاء دونك قلنا يحافظ على لوميوستازي لوميوستازي هي لكن هناك رساله تصل للدماغ تاعنا عندما نحبوا نبداو كاين اللي يقول لك ما لازمش تقوليها ما لازمش تقولي للاخرين ما لازمش تخليها بينك وبين روحك حتى الدماغ تاعك حتى لو خليتيها بينك وبين روحك راح يفيق لوفي اللي اخذناها انه لو ريجيم هي 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 فتره حرمان راح الدماغ تاعي راح يجهز كامل القوى تاعو صح باش هو اذكى عضو في جسم الانسان الاكيد انه ذكي بما فيه الكفايه باش يستوعب انه راح يتعرض للحرمان الجسم كامل ذكي دونك كي نقولوا باللي فوالا راني راح ندير ريجيم فيديغ انا وشنو هو مفهوم الريجيم بالنسبه لك هو حرمان من مواد غذائيه معينه كي نحرموه من مواد غذائيه معينه راني نحرم فيه من البقاء على الحياه دونك انا واش راني ندير له يعتبر حاله راح يموت يعتبر حاله في حاله الطوارئ في حاله الطوارئ يبدا يخزن له ماكسيموم انت تقول نبدا اليوم وهو من اقوى الحاجات اللي نكون نحارب فيها هي افكاري اللي تكون مغروسه لداخل في النظام الغذائي باش ندير نظام غذائي ناجح ماهوش لو ريجيم وحده ماهيش لاكتيفيتي سبورتيف وحدها ولا لو ريجيم ولاكتيفيتي سبورتيف وحدها لازم لي نخدم على هاد الجوانب الداخليه لا بروغراماسيون اللي راهي لداخل لازم نخدم عليها اذا ما خدمتش عليها راح نعاود نولي غير وين وليت وغير وين كنت باسكو هذيك هي الاقوى هاد التفاصيل تقدميها اللي يجوك للعياده سميه تبداي بهذا الجانب نبداو بهذا الجانب متعلق بالدماغ نبداو نتعرفوا على روحنا بالاول نتعرف على دماغي كيفاش يمشي نتعرف على الجسم تاعي انا كيفاش يخدم خطوات اللي تكون الخطوات اللي نبداو نديروها ماهيش خطوات كبيره نبداو بالعقل نغيروا في عاداتنا اكيد نعاود اليك يا سميه نوصل الحديث تاعنا كنا وصلنا للخطوات المفتاحيه باش نبداو نظام غذائي صحي كاول خطوه نبداوها هي اني نبدا نوازن ما نبداش هذيك تاع جو دون با لا نوسيون تاع ريجيم باسكو دي كو جو لا دون بالك صح ننقص وبالك سا فونكسيون مي بصح ابخي كل شيء يطيح كل شيء يريم نلحقوا لفتره معينه وين لو بوا تاعنا ما يولي يهبط وين حنا نوليو نديرو دي زيفور وما نشيانوش هذا كامل يرجع للمقاومه تاع الدماغ اللي راح تكون قويه بزاف وباش نكونوا برك نكونوا عارفين باللي قوة الدماغ اقوى من قوة الارادة اللي تكون عندي مهما كانت عندي لا فولونتي راح يلحقني لواحد البوان يغلبني حبينا ولا كرهنا يغلبنا دونك كيفاش انا نروح معاه بطريقه صحيه وين ما يكونش كطرف راح يحاربني من بعد لازم نكتسب عادات اهم حاجه اني نكتسب عادات كيفاش نكتسب عادات شحال لازم من الوقت باش نكتسبوا عاده غذائيه جديده هي العاده حاليا راهي مقدره انه مده 21 يوم نكتسب العاده الجديده بالتكرار تاعها يوميا في مده 21 يوم راح نكتسب العاده بصح حنا ما نبداوش ب 21 يوم نبداو ان نكررها ثلاث مرات في اليوم هذيك العاده مثلا نكررها ثلاث مرات في اليوم مش مثلا شرب الماء نو ماشي شرب الماء زعما كان انا كل نحب لي سوكري نحب لي شوكولا اي تو جو في رومبلاسي او ليو دو بروندر هذوك لي سوكري في لي زوغير اللي وين انا ناكل فيهم لي سوكري نروح جو برون ان فروي جو برون ان فروي سيك جو في شونجي لاليمونتاسيون تاعي بالعقل كي نبدا انا نبدلها بالعقل هذا اكزومبل باغ اكزومبل انا جو برون لو بان تاع اللي نشري باغيت من برا جيساي دو شونجي سا افيك ان بان كومبلي ولا ان بان دافوان في الوقت اللي نكون انا راح ناكل فيه الخبز نروح ناخذ هذاك المخصوص دو بان اللي يكون صحي ما نقولوش بلي ما نبداوهش بلي سي بون راك اون ريجيم راك لازم نحرمو من هذه لازم نحرمو من هذه الريجيم نستعمله فقط في حالات معينه وين حالات لازم لي نكون ستريكت مع لو كور تاعي باش نخرج من مرض معين وين تكون صحتي في خطر بصح اذا انا جو بيردغ دو بوا ناتورالمون ونبقى محافظ على لي كيلو اللي انا خسرتهم لازم نروح بهذه الطريقه مع لو سيرفو تاعي نغير التفكير تاعي اللي راهو لداخل لانه راهو كاين نكتسبو هذيك العاده باش نكتسبو شوالفها للدماغ تاعنا كي نروح نقضي
نتعود اني ما نروحش نقضي على 12 وقت الماكله، ما نروحش نقضي على 4 وقت القهوه، ما نروحش جيعانه. ما نروحش جيعانه لانه كي نروح جيعان لو سيرفو تاع الغذاء الاساسي تاعو هو الجلوكوز، راح نروح للغيون هذاك اللي فيه لي غاتو ونبطى فيه هذاك الغيون ونشري واش كاين تما، باسكو علاش راني جيعان ولو سيرفو تاعي هذاك الحاجه الحلوه هو اللي يخدم بها. دونك جي فيت دو سورتير وانا جيعان توجور قبل ما نروح نقضي ناكل حاجه ونخرج نكون شبعان. كن نتفاداو نروحو نقضيو ايضا نباتو واحد يقضينا في بلاصتنا ولا كي نروحو نقضيو نتفاداو الرفوف اللي فيها ربما اغذيه دسمه. شوفي ديكو نبدا ندير في لي زانتيرديكسيون راح لو سيرفو تاعي يخلق مقاومه، يبدا يفيق بلي كلكو شوز كي فابا، علاش مانيش نروح منا، علاش مانيش نروح منا، سو كيف انا حابين نحبسوا هذيك الحاجه باغ اكزومبل. نقدرش نجوزو لكن نجوزو طريق، يعني نجوزو طريق نعملوها له للدماغ. الشغل كامل راهو في لو في لو في لو سيرفو تاعنا، دونك المهمه الاساسيه راهي في لو سيرفو تاعي. كل ما لو سيرفو تاعي يبني لي هذوك لي باك نيورونال جدد، العادات الجديده راهو بنى لها ان شيما لداخل، وانا اشاك فوا راني نكرر اشاك فوا لو شوما هذاك راهو يزيد يتطراسا ويزيد يكون باللي هو اللي راهو مستعمل بكثره، يخدم باللي بالسيستم اللي راك تستعمله بكثره، هو يولي له ابيتود باسكو فنيان ما يحبش يخدم بزاف. دونك الحاجه اللي انت تعاودها هو يخدم بها. الا انت عندك مده سنين وانت تاكل لي شوكولا ولا انت عاداتك الغذائيه خاطئه، ما حش تبدلها في شهر ولا ثلاثة شهور، بالعكس لازم لك تخدم على هذيك العاده تغيرها باش طريقة الأكل تاعك وطريقة نظام الغذائي تاعك تولي صحية، هاد الحاجة تبقى مكتسبة. كاين لازم ننام. كاين نقطة حبيت أيضا نركز عليها، الناس اللي كل يوم تقول لك الأسبوع المقبل نبدا، خلي معليش بداية الشهر، خلي أنا هرت هاد الشهر خليني نكمل فيها، ماذا تكن استراتيجية نبدأ. استراتيجيات الدفاع تاع الدماغ تاعنا، ديكو نقول له راح ندير لك ستوب، وسورتو لو قلت له راح ندير ريجيم راح نقص في لو بوا. بالنسبه لي هاد الافكار بالنسبه لي هو هي ضد المهمه الاساسيه تاعو، دونك راح يحارب بكل ما اوتي من قوه. واش يدير لك؟ تبدا لنا عمليه التسويف، باسكو علاه؟ السيستم اللي راهو يخدم به هو لو شيما القديم اللي عنده ما يحبوش يتبدل، باسكو خدمه بالنسبه ليه، انه على بالك باش تعاودي ديري في الجهاز العصبي تاعك يعاود يبني خلايا واحده اخرى ويعاود يدير توت ان شيما واحد اخر، سا برون دو تون، سا فو في مال، كاين ان سيستم واحد اخر اللي راح يتنحى وين انت صح تنوجعي، دونك راح تصرى عمليه موت خلايا معينه، لذلك لازم له هو يحاول لو ماكسيموم انه يقعد على النظام القديم. بصح انا كي نبدا له في انظمه جديده نبدا فيها بالعقل نغير العاده تاعي، هي قلنا العاده تتغير في مده 21 يوم، كل ما انا كررتها يوميا كل ما راح نكتسبها من بعد نولي ما نفيقش، ما نوليش في لو مود تاع راني اون ريجيم، باسكو علاش؟ كي نكونوا اون ريجيم على بالي باللي كامل تصرى لكم، نبقى داير في بالي انا واش حناكل غدوه، كي خلاص الريجيم راني شفت البقلاوه، كي خلاص الريجيم نفرجك ناكل فوالا، راني شفت الشارع كي خلاص الريجيم نهضروا. دونك واش راني ندير انا هنا؟ التركيز تاعي وين راهو؟ ماهوش في الاكل الصحي، التركيز تاعي مازالو مع الاكل الخطا، سو كي في لو بروغرام انتيريور تاعي مازالو في النظام الغذائي اللي ماشي سوا سوا اللي غلط. باغ اكزومبل نروحو نحطو اتابل اون افي كيلكو شوز افيك اون صوص بيشاميل ايتو وانا لازم ناكل الخضره، واش راني نقول في راسي؟ راني نقول باللي ديك نلحق لو بوا اللي راني حابو نروح ناكل ندير هذاك البلا وندير هذاك البلا وندير هذاك البلا، هكذا مانيش في هذه الحاله. في هذه الحاله كاين صوص بيشاميل في الطابله، كاين غراتان كيما نعرفوا غني بالاجبان وما الى ذلك، وانا راني ناكل في اكل صحي، هل من المستحسن اني نكسر هذيك المكبوتات وندق شويه منه ولا لا ناكل الخضره تاعي ندق شويه منه ولكن بوعي انه هذا سافي با دير كو انتردي ما ناكلش، مي بصح هذايا ما يلحقنيش الهدف نتاعي، النظام اللي راني انا نتبع فيه هذا ماهوش داخل معاه كحاجه اساسيه. وبالحديث عن الاهداف سميه، كاين بزاف كيبدا من نظام غذائي ولا حتى حميه بالمفهوم الخاطئ اللي قلتي لنا عليه، يوصي ربما الهدف تاعو ينقص 10 كيلو في شهر ربما. عندنا تصدير اهداف ربما. عندنا 3 تيب دو بوا، عندنا بوا سونتي، عندنا بوا ايديال، وعندنا بوا دو غيف. لو بوا سونتي هي كي نكون انا جسمي حاسه به مليح، نأدي وظائفي كامل في صحه جيده، ما عنديش هذاك العيا، ما عنديش مانيش نعاني من دي سيمبتوم اللي يقولوا الجسم تاعي راهو مريض. لو بوا ايديال هي كي يكون متوافق مع الطول تاعي، على حساب علميا واش راهو دوكا، على حساب منظمه الصحه العالميه واش راهي دايره دوكا كقواعد. لو بوا دو غيف هي سوا نسمان نلحق لو بوا معين،
ولا زوانشيان نلحق لو بوا معين يعني نلحق الان شيفر هو اللي فونكسيون اللي فريمون فونكسيونيل لو بوا سونتي ما راهو لا لو بوا ايديال لا لو بوا دو ريف يعني الوزن اللي خلينا نقوموا بالوظائف اليوميه تاعنا الرياحيه كي ندير ان بيلون هضرنا عليه ديجا في البرنامج كي نروح ندير ان بيلون بيولوجيك ولا ندير لو بيلون تاعي جينيرال لو كور تاعي نصيب لو كور تاعي فونكسيون بارفيتمون دونك مالغري كو ما رانيش في الوزن اللي هو ايديال ولا لو بوا دو ريف دي كو انا راني كلش الداخل ما عندي والو الحمد لله يا ربي سو كيفي لو كور تاعي الفا بيان سي لو بوا سونتي كي نروح انا لو بوا ايديال واش راح يصرى لي لو بوا ايديال قادر نكون في لو بوا ايديال مي بصح نكون مريض دونك سي با سا سكي فونكسيون فريمون صحيح و لو بوا دو ريف سي لا ميم شوز قادر نلحق انا الهدف تاعي باغ اكزومبل لو بوت تاعي نوزن 67 كيلو ولا 60 كيلو كي نلحق له نضعف كي نلحق نضعف نولي توجور وتشي صفر توجور ماشي قادر الهضره ماشي قادر نهضرها الدرج ماشي قادر ربما نطلع ماشي هذا هو الهدف من انه نكتسب صحه دونك صحتي تكون مليحه النظام الغذائي تاعي باش نقص لو بوا ماشي فقط الاكل الاكل وعاداتي وطريقه تفكيري وبالحديث عن طريقه التفكير سميه يعني حنايا كي نحبوا نبداو ريجيم اكيد حاجه الاولى نروحوا ننخرطوا في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نتبعوا الناس اللي راهم يقوموا بالحميه نشوفوا الكثير من النصائح من بين النصائح يقول لك ما لازمش كي تبدا حميه غذائيه تشوف روحك في المرايا يوميا يقول لك لانه الدماغ تاعك راه متقبل ذاته وراه يشوف روحه شباب اذا كل ربما الديفو هذوك راح يستغنى عليهم العقل تاعك وراح يعطي لك رساله ايجابيه يقول لك لا علاش دير ريجيم راك مليح راك شباب صحيحه هذه المعلومه ولا خاطئه؟ شوفي الصوره الذاتيه تاعنا راهي كاينه في الدماغ تاعي وكيفاش تكون الصوره الذاتيه على روحي؟ شتي كي ندير ريجيم هذه كامل تصرى لهم على بالي وراني سيغ منها سيكو كي ندير ريجيم نقول راح نقص لو فونتخ ما ينقصش باسكو لو سيرفو تاعك يقول لك نو انت هذا هو انت هذه هي ليدونتيتي نتاعك ما نبدلوهاش هكذا تقعد تشيان في كل بلاصه بصح لو فونتخ تاعك يقعد خارج يقولوا لي باسكو خلاص الي راهي عندك ليدونتيفيكاسيون لا كارت ناسيونال تاعك لا فوتو تاعك الداخل فيها الكرش فيها بيومتري يعني خلاص ما حش تتبدل الا قلنا باغ اكزومبل حابه نقص زنود هو الداخل انت راكي قلتي له هذو ينقصوا هو بالنسبه لي هذه هي انت ما حش ينقصهم راح يحافظ عليهم لانه هذه سي ليدونتيفيكاسيون تاعك بصح كي نروح انا راح نقول له انا راح نبدا نتبع نظام جديد افي راح نبدل هذه بهذه و جو مونج افيك بليزير جو مونج با وانا كاره باسكو لي سونتيمون تاعنا عندهم دور مهم وقت كيفاش نقدر ناكل وانا بصحه نفسيه مليحه باسكو لي ريجيم وقتاش نلاشيوه كي نكرهو الحميه هذيك ولا النظام ما نقولوش ريجيم النظام الغذائي تاعي وقتاش نلاشيه كي نكره وقتاش نكره كي تنقص عندي ماده الدوبامين الدوبامين هذيا هذا سي نورو ترانسميتور هو المسؤول على السعاده تاعي على المورال كي كون طالع نقدر نخطط يساعدني في اداء اعمالي بطريقه جيده من وين نجيب هذا الدوبامين وكيفاش نخلي الجسم تاعي يفرز هذا الدوبامين باش نقعد ماشي من الغذاء الصحي يعني ماشي من الشوكولاته ماشي من عنده موارد وفي وقت معين كاينه واحد الحاجه فريه اللي اسمها لا كرونو نوتريسيون هي الوقت اللي ناكل فيه مثلا لا موليكول فلانيه كي ندخلها في ساعه فلانيه راح تعطيني نتيجه اون سانتيز تاع موليكول واحد اخرى على الساعه فلانيه دونك يبقى لي الوقت جد مهم في لا كرونو نوتريسيون باش تكون عندي ماده الدوبامين يوميا ونقدر نكمل لو ريجيم وانا افيك ان بون مورال لازمني ماده الدوبامين هذه منين نجيبها من المكسرات من ماده هي اناسيدامينين اللي هو لاتيغوزين نقدر نصيبوه في المكسرات نقدر نصيبوه في الاجبان ونقدر نصيبوه في اللحوم بصح وقتاش باش تولي عندي لا دوبامين لازم ناكلها الصباح لازم ماده لاتيغوزين لا ماتيني كي نوض تدخل لو كور تاعي باش لا دوبامين تفرز من بعد يعني الطبق تاعنا يكون غني بهاد المواد الغذائيه اللي راح يعطوني ربما جرعه من هاد الدوبامين من هاد لا دوبامين باسكو علاش كي تكون عندي نسبه الدوبامين كبيره في الجسم تاعي راح نتبع النظام الغذائي تاعي وانا فرحان عكس ما كي يطيح لي لو مورال وكي نتقلق وكي نزعف هي ديكو يولي عندي لو طو دادرينالين كثير اللي هو هرمون تاع لو ستريس ديكو يطلع شفتيه لو سيرفو كي كنا نوريو فيه لو كورتكس بريفرونتال لو كورتكس بريفرونتال الخدمه تاعو تحبس
كيكون كاين لا ديغلانين بزياده باسكو علاش يولي يروح لو سيستيم القديم واش راه مخزن ويخليني ندير الحركات على هذاك الاساس يخلي لي كومبورتمون تاعي يبداو على حسب لي بروغرام اللي راهم مقدم. خليني نقول لكم حينو كبار هاد الدماغ سميه صراحه وهذا شيء قليل اللي راهو مكتشف عنه الى يومنا هذا. سي جو باس او مومون دو ستريس دو ترافاي ولا واش وانا راني نقول راح نبدل النظام الغذائي تاعي الا كان عندي ان ستريس وطلع لا ديغنالين بزاف واش راح يدير؟ راح يكوبي لي الخدمه تاع لو كورتكس فرونتال دونك هو ما حشي ولي يخدم راح يروح يخرج من لي سيلول غريز لي نوايو غريز هذوك اللي هضرنا عليهم هذوك هما اللي ولي فونكسيونيل هذوك واش فيهم؟ فيهم غير لي بروغرام القدم وانت القديم واش كنت دير؟ كان نظامك كامل غالط دونك انت راح تولي تخدم على هذاك لو سيستيم بصح كي تطلع الدوبامين في لو كور تاعي راح نخلي هذاك اللي يخدم لي الحاجات الجدد خدام اليز دونك لو كورتكس بري فرونتال تاعي. ربما كيفاش نوازنوا بين التغذيه تاعنا القديمه اللي فيها مواد غذائيه محظوره وبين ما هو مستحب اننا نستهلكوه اثناء الريجيم كيفاش نوافقوا بيناتهم؟ قضيه وعي فقط اني نكون واعي دوكا راهي المعلومات منتشره في كل مكان نكون واعي انه هاد الحاجه كي نكثر منها بكميه معينه راح نسمن هاد الحاجه كي نكثر منها ما حد يدير لي والو دونك فقط اني نكون واعي وناكل باستمتاع باش نستمتع لازم تكون عندي لا دوبامين لا دوبامين هي اللي حتجيب لنا لا سيروتونين دونك تكون عندنا اون سينتيز شابه لو مورال تاعنا بيان باش نجيبوها قلنا لازم لنا توجور لا ماتيني اون بخون سوا حبه بيض حبه شيكولا معليش ياكلوا حبه شيكولا مع الصباح شوكولا نوار 70% من كاكاو 90% يستحق 90% 90% يستحق مرة لكن هاد الشوكولاتة صح هذاك هو الهدف تاعنا هذاك هو الهدف لكن اللي حاب ياكل شوكولا وقتاش ياكلها اللي ما لازمش ياكل شوكولا على 11 تاع الليل عقداش ياكلها يعني اذا ما قدرش يستغنى عليها في يعني في بداية إعادة التوازن صباحا مع الصباح مع الصباح كي يخرج يحرقها الجسم ياخذها ماشي برك باش يحرقها في ريال يحرقها حتى المواد اللي راهي فيها راح تساعدني على الانتاج الصحيح كي ناكلها في الليل واش راح نستفاد من ماده المغنيسيوم ونرقد بصح كي ناكلها الصباح راح ندي لا تيغوزين اللي فيها وراح تنتج لي دوبامين علاش يقولوا فيها علاش يقولوا المشاهدين فقط ياكلوا حبه وحده ولا شحال ياكلوا من شوكولاته دونك سواء تبعوا نظام صحي سواء نقعدوا في لو سيستيم القديم و سي سا لو بروبليم سي كو نبقى دائما نقاوم باسكو علاش ديكو نعطيتو لي نوسيون هذاك الشيما وكل ما يكون لو شيما ريبيتيتيف عباك راح يزيد كيما نقولوا هنايا راح يزيد يخشن وراح يزيد تنستالا بيان يدير العروق اكثر اكيد اشاك فوا يكون تعاود بزاف اشاك فوا راح يدير العروق اكثر هنا باش لو سيستيم الجديد تاعنا نزيدو نردوه انتونسيفي نزيدو له لاكتيفيتي فيزيك باش لي نيرون تاعنا يزيدو يتحركوا بيان دونك كل ما نزيد لاكتيفيتي فيزيك وعاداتي تكون جديده وانا لا دوبامين تاعي طالعه وراني فرحان اوتوماتيكمون لو سيستيم هذاك راح يتانتيغري لي بالخف ما عادش نعاني معاه باغ كونتر كي نكون قاعد وانا نسيي فيهم دونك سا برون كيما كنشرب ربما حاجه جديده اذا كانت تحب نحبوا هذيك الحاجه احنا نلبسوها بالخف واذا ما كانت تعجبنا هذيك الحاجه نحطوها في الخزانه وننساها نفس الشيء شكرا جزيلا الشكر لك سميه للاسف لحقنا نهايه هذه الفقره فقط كلمه ختاميه يلا تفضلي المشاكل اللي نصيبوها في الاول هي لازم تكون عندنا الجراه ونبداو لانه هذاك التسويف قد ما تقول غدوه ومن بعد ايتو يفو فير لاكسيون ديكو دير لاكسيون تدخل في هذاك في هذيك في هذاك البحر الجديد اللي حتبدا تعوم فيه كلش راح يجيك سهل من بعد لانه خطوات بسيطه فقط تغييرات بسيطه في اليوم يعطيك الصحة سمية على هذه المعلومات القيمة اللي قدمتيهم لنا اليوم في فقرة التغذية إن شاء الله نستضيفك الأسبوع المقبل ويعطيك الصحة شكرا لكل هذه المعلومات والخطوات المفتاحية اللي قدمتيها لنا